أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعمهم السخي ووقوفهم دائما إلى جانب إخوانهم في محافظة حضرموت، وليس غريب عليهم، فمن قبل فكان الدعم كبير جدا للمحافظة. هذه البئرين إن شاء الله سوف تقوم بتغذية العجز الموجود في منطقة غيلبة وزير، وجزء من وواحدة من الآبار ستكون بالتغذية لمدينة المكلا. نتوقع إن شاء الله إنجاز هذا العمل خلال فترة لا تتجاوز شهرين إن شاء الله، وستدخل هذه الآبار في الخدمة. التمويل كان من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نتقدم بالشكر الجزيل لهم ولدولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفهم إلى جانب مؤسسة المياه بدعمهم السخي في كثير من مجالات دعم حفر الآبار وتموينات بقطع الغيار والمضخات وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لهم.